عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نطلق صراح ثلاث كنافد. هذول الكنافد مسكوهم مرات ناس عند الدور وبدهم يخلصوا منهم، بحبوش بعرفش ليش، مع انه الكنافد منيحة، بتاكل عكارب، بتاكل كل انواع الحشرات، كل اشي على الارض بتحرك الكنافد بتاكل. يعني دول قاعدوا عندي 3-4 ايام طعمتهم لحمة، اكلوا لحمة عادي، باكلوا لحمة كمان. المهم بدنا نطلق صراحهم، شكله في واحدة فيهم انثى حامل، منطقة بعيدة، في ناس بمسكون بالارض بفكروا انه بخربوا الارض وباكلوا الورد اشي بكونوا زرعين، فبحبوش يخلوهم، فبرنوا علي باكلهم جيبوهم وانا بعود بفلتهم. طبعا الكنافه تاكل عكارب، تاكل كل شيء، يعني في محل مناسب نطلق صراحه. قبل الغروب الشمس، انا مش شايف اشي قدام الشمس. يا ساتر. فالمحل المناسب لهم ويلاقوا اكل يكون مليان. جميل جدا. تعالوا يلا. يلا كنافه تذهبوا، حرين. يلا كنفود، لسه مش دايرت لهم اني انا مفلتهم. بلكي بضبها زي الطابه، اكيد بمشوا بعيد عنهم شوي. دايرت لهم انه مفلت. يلا كنافد، خلينا بنمشي خرا شوي. هذول شكلهم طولوا، بعودوا بيمشوا لحالهم وبروح. شكلهم لسه خايفات عشان سمعت صوت ما بشي، يعني فعملات حالهم زي الطابع، شكل الشوكي يعني حمايه.